يبقى سلم لي عليه. هاتوا. والسلام أمانة يا غبي. كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك.
جاش. هو مين ده اللي ما جاش؟ اللي انت بتدوري عليه. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجه دي، مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحال وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زفت؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ انما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ عاجبك الرمية اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما يهونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وهندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحسابه؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السما اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي؟ تصح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده مصدر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوه أعمال حرة يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، أمال يعني على باب الشعرية؟ يا بنت الإيه، دمك زي العسل. أديك حقك وانصرف أنا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ أروح شغل. لا 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 شغلك إيه؟ اقعدي تتغدي؟ أتغدى؟ لا يا عم، حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجة. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلينها ولعة. ولعة ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكة. يا دوبك اعمل. بكرة تكبر يا خدامة حسنين. وانا عايدة ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجة. عليا النعمة اللي انت واخدها. انا وانا بقول لك شوفت حاجة، انا شوفت حاجة. علي النعمة ويمين على يمينك لا انت واخدها. ايه مش حاجة بقى، شغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوة نفس الوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكرة. خلاص بكرة بكرة.
يا ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا ستة؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت ملك انت يا جدع انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما فيش جبونة الا لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازلة راخة عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ لا لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيلة كلها تعيم لكنها موهوبة. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشي يا معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي، تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة البيت. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. نه دولار ايجيبشن ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دواهي. 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا بلاش. 35,000 جنيه للشقه. الو. اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني، مش عاوز معوحه كتير. وضوح يا فايق، انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطارتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. ملفتش نظرك حاجة تحت؟ اه بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ أمال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي أنا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ أنا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين هيفوتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضارة سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقولك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. افتح لي وحياة والدك الصخمات دي.
تشتري اخيني. خد. ايه ده؟ ربع جنيه هو بحاله. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربية وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غير البنزين. البنزين غير قرشين ساغ، تقوم انت تاخد جنيه؟ قال احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد. ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين، كداء الميه. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الاجره. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه. خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة. فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة؟ شاب كذاب زيك أنت. كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو كذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب. جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فم. أه فم. أني فم. فمتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ الجامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكسب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله. من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معهد سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مندي انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص ما دام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الله بسرعه كده. ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك. احنا في عصر مترو الانفاق. وعلى فكرة باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه. طب ايه رأيك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لئيمة. طلع مش عارف. والاماكن اللي راحها ما تدلش عليه انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوة زي القمر وقعد معاها في كاسينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا